فترة مروري بستار أكاديمي كانت رائعة واو، يعني عن جد ما صدقت أني فتت أنا على البروغرام وقدرت أعمل شي اللي بحبه، وشكرا ربي على كل شي. من أحلى الميموريز اللي كان عندي هون أنه احتفلت بستار أكاديمي. بتذكر من سنة أنا وعم بحتفل بعيد ميلادي قصيت القطو وتمنيت أنه إن شاء الله سنتي جاي أقدر حقق حلمي، وبالفعل يعني زبطت الشغلة، قدرت أنه عيد عيد ميلادي بستار أكاديمي وتعلمت كتير قصص. تعلمت من رفقاتي أنه ما أوثق بحياة لحدا، مش أنا كنت شخص كتير بوثق بالأشخاص لأنه وفي كتير أشخاص خذلوني، وحتى يعني حتى أنه بدراسة بكل شيء يعني ميوزك كل شيء يعني تعلمت كتير قصص وتعلمت كيف غني مظبوط، ما كنت عم غني منيح أنا وعم بتحسن، وبرضه كمان رح أشتغل على حالي بعد ستار أكاديمي. أجمل حصة عنديها أكيد الرقص أكيد، كتير بحبه لهادي عوضة وكتير يعني بيفهمني وكل شيء، وأكيد يعني أحلى حصة الرقص، يعني معروفة أنا برقص وكل شيء. أنا بالنهاية بدي أكون حالي بالأكاديمي، ما بدي أمثل أعمل حالي حدا تاني، أنا من هالشخص وانبسطت منه أنه ما أنه ضليت على طبيعتي، العالم حبوني على طبيعتي وهذا الشيء كتير أنا حبته وكتير بقدره. بحب الكل ما في استثناء. أنا ما بحب فيلم من هون وكون متخانقة مع شخص، لأنه بالفعل ما تخانقت مع ولا شخص وبحبهم كلهم قد بعضهم. نيس والله شيء سبيشل هيك، أنيس بنفهم مع بعض أنا وهي كتير من أول ما فتت على الأكاديمي لآخر الأكاديمي. أنيس دايما كان على طول حده وأنا كنت دايما على طول حده، وبالفعل يعني حتى نحن واقفين إنه لا يقولوا الأسامي كان إنه ماسكين إيدان بعض كتير، وقال لي بروميس إنه ما رح نزعل لأنه إذا حدا منا فل ولازم نضل قوية. وعن جد أنا بشكره على كل شيء عملية بكل الأكاديمي بكل فترة الأكاديمي لأنه تعلمت منه كتير قصص. منيس رح تضل forever، منيس رح تضل forever، ما في ولا أكتر مني. أنيس وعدني إنه رح يرجع لبنان، ولما يرجع أكيد رح نعمل شيء سوا، وإن شاء الله يعني ما حدا بيعرف شو رح نعمل بالأكاديمي بعد الأكاديمي. و إيه منيس يعني إنه I don't know what to say يعني honestly. بيت أشخاص بتوقع نسيم، إيهاب وهايدي إنه يكونوا final على الأكيد، نسيم وإيهاب. الشخص اللي بتوقع يحمل هاللقب هالسنة هو نسيم. أول شيء بدي أقول thank you لكل الأشخاص اللي شجعوني من أول ما فتت على الأكاديمي لآخر ما فتت، عن جد thank you guys so much. وهمنا النهاية بالعكس هالبداية، وتابعوا كل أخباري على السوشيال ميديا.